مسافر. جهزت لي التاشيره بتاعت السفر للحج ان شاء الله. عيب عليك، ده انا اسمي مسافر مش جاي من فراغ، انا اللي مسافر نص مصر. ياه، الف مبروك يا دوله. على كده بقى حضرتك اللي سفرت عصام الحضري؟ عندك شيكابالا. ايه ده، انت عندك شيكابالا؟ يالا انت مش قلت اتعالجت؟ يا عم شيكابالا ده لعيب كوره، انا اللي مسفره. طب بلاش. عارف احمد حسام اللي بيلعب في توتنهام؟ الواد نيدو. اللي هو خلى توتنهام يعني بودره ولا ايه؟ مش عارف بودره ايه، ده لعيب كوره كبير قوي، انت ما بتشوفوش افلام. لا احنا عارفين يا دول، انت يا عم فرحتك بالحج يا عم مخلياك طايش من السعاده. كمل يا استاذ مسافر، والله العظيم انا قلبي ارتاح لك. شوف بقى، وسيبك من كل لعيبه الكوره والفنانين اللي احنا قلنا اساميهم دول، اهم واحد انا سفرته منعم. منعم رئيس الوزراء؟ هو في رئيس وزراء جه اسمه منعم؟ مش انت بتقول سفرته يا عم؟ يا عم منعم اخو مراتي، اخو مراتي. اخو مرات، ما عارف ده بقى، انت لو ما كنت سفرته كانت مراتك هي اللي سفرتك يا معلم. بقول لك ايه يا استاذ مسافر، ما تشوف لي بقى عقد اعتراف في اي دوله كده. عقد اعتراف يا ابني؟ مش لازم تسافر له، انا ممكن اعمله لك في اي اسم هنا. والله حضرتك ايه؟ تعرف الواد ده؟ انا رمزي يا استاذ مسافر، ابن عم دوله حبيبي. بس هو قريبي من بعيد يعني، ابن عم بس يعني. احسن. طيب استاذنك بقى في الفلوس. الفلوس؟ يا والله يعني مش عارف اقول لك ايه على مساعدتك ليا في موضوع الحج ده. دي بتبقى حاجه كده يعني لربنا، وان شاء الله احنا نتمنى لحضرتك حج مبرور. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. الف مبروك يا دوله. والله في شكله بشوش، يلا خدت بالك؟ ايوه يا دوله، والله ده علشان بس نيتك يا دوله. الحمد لله. الا قول لي يا دوله، ان شاء الله يعني انت ناوي تحج في انهي بلد؟ سلام عليكم. وعليكم السلام. فزروا فزروا بقى، انا جايب ايه؟ انا هقول جبت لي القطر اللعبه بتاعي. لا يا حبيبتي، حوادث القطورات اليومين دول كتيره جدا، ممكن القطر اللعبه ده يخبط في الانتريه يبوظ لنا البيت كله. ربنا يخليك يا قلبي يا حياتي، الله يخليك على الفرفان بتاع زهره الخشخاش اللي طول عمري بحلم بيه. لا زهره خشخاش ايه يا حبيبتي يا رانيا، زهره الخشخاش دي ممنوعه قانونا، وبعدين ده البرفان اللي بيحطوه نساء المخدرات في كولومبيا، فطبعا مش معقوله اجيب لك يعني خشخاش. يا عم عادل، ما تخلص في ليلتك دي، ايه الجو الممل بتاع الفوازير ده؟ انا بقول احذروا فزروا، انت مالك انت؟ انت مالك انت اساسا؟ انت واثقه تماما ان انا مش هجيب لك حاجه يا سناء؟ يبقى ما تجمعش في الكلام، ما تجمعش، تقول حذروا فزروا. خلاص حذروا فزروا كلكم يا جماعه ما عدا سناء. يبقى اكيد جبت لي سيدي. هيدي لسه لسه شويه. ثانك يو يا ادل بيبي بيبي بيبي، ثانك يو. انت جبت لي المكياج بتاعي، انا عارفه المكياج. متهيألي يا حماتي المكياج ده عكس اللي انا جايبه بالظبط، استغفر الله العظيم. انا عرفت، انت جبت تاشيره الحج. يا سلام عليك يا ماما، دايما عجناني وخبزاني. برافو عليك يا ماما. طبعا ابن بطني، ربنا يخليك لي يا عادل، الف شكر. العفو يا ماما. ربنا يخليك لي يا حبيبي، انا مش عارفه اشكرك ازاي. العفو يا ماما. والله العظيم ما انا عارفه اشكرك ازاي. انا معديها من الصبح، يعني تشكريني على ايه يعني؟ العفو يا ماما. لا شكر على واجب، اطلع بيها بقى. هي ايه دي؟ تأشيرة الحج اللي انت جايبها لي. يا حبيبي يا رب 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 كلها. وادعي العالم عقبالك عقبالك عقبالكم. ولا مليون حج طلبتي. انتوا بتباركونا على ايه؟ لا حرام عليكم، يعني انا حتى الواحد يعني بيقدم حاجه لاخرته، مش كفايه ضيعت عليه دنيته كمان ضيع عليه اخرته. ايه يا دوله دي، انت مش فرحانان ولا ايه؟ لا طبعا، لان انا تاشيره الحج دي مش ليها. ايوه تاشيره الحج دي جايبها لنفسي، حرام عليكم، انا ضيعت عمري كله عشانكم، سيبوني بقى اعمل حاجه لاخرتي، مش كفايه ضيعت دنيتي كمان هضيع اخرتي، حرام عليكم. معلش معلش ما تزعليش يا انعام بقى، ما انتي وعادل واحد. انا مش زعلانه، انا بس اتعشمت فخرمت وداني. خرمتي ودانك؟ ده انت خرمتي 15 خرم يا ماما من عشمك. تيتا هو بابا مسافر النهارده؟ ايوه يا حبيبتي مسافر النهارده علشان يحج في السعوديه. طب انا عايزه اروح مع بابا. كان اولى خد امه. تروح وترجع لنا بالسلامه يا بيبي. الله يسلمك يا رانيا. بصي يا عادل، انا مش زعلانه عشان مش هحج، لكن بطلب منك طلب عشان تصالحني، هات لي معاك ميه زمزم. يا سلام يا ماما، عينيا ليكي طبعا، اجيب لك كل اللي انت عايزاه ان شاء الله يا ماما. امال فين رمزي يا عادل عشان يجيب لك الشنطات تحت؟
رمزي يا ستي بعته يجيب لي اعلام بيضه اللي هعلقها في الميكروباص. اتفضل يا عادل، ادي لسه الطلبات اللي احنا عايزينها، حاجه بسيطه. دي حاجه بسيطه؟ حرام عليك، وانا طالع احج ولا طالع اعمل شوبينج يا اخوانا؟ الطلبات دي عايزه كونتينر لوحده او اجيب طياره شحن بقى لوحدي. افتح الباب. هتقول يا حبيبي ازيك يا سمينة؟ جبت لك الاعلام البيضة يا معلم اهي. يخرب بيتك ان شاء الله، ايه يالا اللي انت جايبه ده؟ جايب لي اعلام الزمالك يالا. ايه دول ما بيضة بقى اهي يا عم، ما تدقش بقى. ما هو خطوط حمراء اهي قدام يد. انا اساسا وانا طالع المطار بعدي جنب الاستاد، عايز الاهلاويه يكرهوني يالا. ليه دول؟ ده انا لافف لك علم من دولت بقى ابيض كبير قوي 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 كده على الميكروباص تحت يا حاج. يعني يوم ما تفكر تعمل لي مشاكل. عادل في ايه العلم حلو يا عادل، ما تمشيها بقى الله. طبعا العلم حلو ماشي، همشيها انه حلو ماشي. خلي بالكم من نفسيكم، ربنا يخليكم ان شاء الله. وانا دول ربنا ياخدك ان شاء الله. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. اخيرا اخيرا استفرست بالبازار لوحدك يا رمزي. انا الامر المستامر المستنهي في البازار. ايوه جاي. احلى حاجه واحلى طلب رمزي باشا، لا كدب ولا فشخره يا رمزي باشا من مش هنزرع. احلى اربعكو كتير عدم لمؤاخذه يعني. شكرا. الحساب اللي عندك. حساب ايه يا بدو؟ في ايه يا عم؟ اسجلهم على حساب البازار. لا لا لا، ده انت واخد 15 واحد كوكتيل لغايه دلوقتي. وايه يعني يا بدو انت هتنق عليا يا عم؟ وخد كمان يا عم 15 جنيه بقشيش. الله لا لا، ده انت باين عليك هتخربها يا رمزي باشا. سلام عليك. سلام يا بدوي، وبلغيني على طول. لا ما تاخرش عليا. عينيا. ياه يا حلاوتك يا ابو الرماميز. يا ترى بقى ابتدي بانهي الاول؟ بدي الاول ولا بدي ولا بدي ولا ايه الحيرة المستديرة اللي انا فيها دي؟ ابتدي بدي يا رمزي. اه صح والله، كانت تايهة عني فين، بس انا كنت هختار على فكرة. متشكر قوي يا خواجة. دولة دولة حبيبي دولة، اتفضل يا دولة. الف حمد لله على السلامة. الف حمد لله على السلامة يا حج. حج ايه بقى؟ انا ما حجتش، انا اتنصب عليا يا رمزي، اتنصب عليا وما سافرتش. اللي اسمه مسافر ده طلع نصاب يالا. اداني تذكرة مستعملة واداني تأشيرة مضروبة. ايه يا دولة، تذكرة مستعملة ايه يا عم؟ واحنا من امتى اصلا بنستخدم التذاكر؟ احنا على طول بنزوج يا دولة من اللي بيلم الاجرة. يالا اجرة ايه يالا؟ هو احنا راكبين ميكروباص؟ دي طيارة يالا، طيارة. طيب يا دولة، مش الطيارة دي يعني يا عم ليها بابين؟ اه ليها بابين. خلاص يا دولة، كنت انت بقى تستخبى في الباب التاني عقبال لما الكمساري يطلع من الباب الاولاني ويقوم مزوغ كدهون وتقوم نازل بقى في محطتك. بقى نط من الطيارة؟ يالا يالا، هي طيارة 30 بشرطة يالا، طيارة ليها نظام يالا. انما رمزي بعيد عنه، اتنصب عليا يالا، اتنصب عليا. طب وانت جاي بتنهج ليه كده يا دولة؟ جاي من المطار ماشي يا سيدي، معيش فلوس. انا طب ليه يا دولة؟ معكش فلوس ازاي يعني؟ خالص معكش فلوس خالص؟ ايوه معيش غير ريالات. طيب يا دولة، ما انت معاك اهو، كنت تدفع ريالين يا دولة، او الاجره كمان ب40 قرش يعني عادي جدا. بس مش ناقصه خربوت خالص، كفايه اللي حصل لي النهارده، كفايه انه اتنصب عليا. هروح البيت ازاي؟ طيب بص يا دولة، لا انت تروح، لازم انت تروح عشان تاخد دش كده هون من الحج يا حج يا حج. يا خبي يا خبي، ما حجتش اتنصب عليا. وبعدين ما ينفعش اروح لهم البيت ورا كده اهو، كلهم مستنيين ان انا راجع لهم من الحج وبدعي لهم واخد لست الدعاء قد كده. هرجع اقول لهم ايه؟ لاهلي ولا الناس اللي في الشارع ولا جيراننا ولا الناس اللي هو في البازارات؟ هقول لهم ايه؟ هقول لهم ايه؟ اه صح يا دولة، ده انت في ورطة. طب وهتعمل ايه بقى يا صاحبي؟ مفيش بقى غير ان انا ايه، اقعد العشر ايام بتوع الحج هنا هو في المخزن بتاع البازار، بعد ما يخلصوا العشر ايام ارجع لهم كاني راجع من الحج بقى. يعني هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ صح يا دولة، فكرة حلوة قوي. بس ما تنسانيش بقى يا عم، بعد العشر ايام دولت وانت راجع من الحج ان شاء الله تجيب لي المصلية والسبحة بتاعتي يا حاج. يالا ما حجتش يالا، نصب علي. اتنصب عليا يا خبي. يا نهار ابيض، جه اليوم اللي انا اترمي فيه في المخزن بتاع البازار مع الكراكيب ومع الزباله بتاعتك دي. يا دولة، الكل ظالم بدايه. اه والكل فارش ملايه. انت ايه، شمتان فيا ولا ايه يا رمزي؟ لا يا دولة لا والله، ده انا بحبك يا دولة يا حبيبي. ده انا يكفيني فخريا ان بير اسرارك.
انت بير حرماني يا ابني. انت سرداب مظلم ملوش نهايه. سنجاب؟ ايه سنجاب دي؟ لا بقول لك ايه، شتيمه لا دوله، بدل ما اسيب البازار وتتصرف لوحدك يا حاج. لا 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 انا مش قاصد خالص يعني. سنجاب؟ لا انا اسف، انا اسف يا رمزي يا حيوان يا حبيبي يعني. اه اتعدل كده. ايوه حاضر اتعدل يا جزمه يا جديده بتلمع لميع يعني يا كلب بوليسي. اه ايوه كده خلاص انا سامحتك خلاص يا دول، بس هتشتم تاني وتقول سنجاب دي تاني؟ لا مش هعديها لك يا رمزي. ايه ده سريع، بقول لك ايه، اطلع لها بسرعه بدل ما تيجي نوع المخزن، اطلع بسرعه. حاضر حاضر يا دول، ما تخافش. حاضر. انت يا زفت يا مقرف يا اللي اسمك رمزي. رمزي. ايوه سناء. كنت فين؟ كنت فين؟ كنت فين؟ كنت فين؟ كنت بشوف التماثيل بس متربة، ولا لا قدر الله التراب راح من عليها. خلاص ما تحكيليش قصة حياتك، أنا ما بحبش أجي البازار عشان كده. يلا اجري، هات الدفاتر والإيصالات كلها بتاع السنة فاتت عشان أعرف عادل كسب قد إيه والإيرادة قد إيه. حاضر يا سناء، أنا ممكن أروح أسأل بس دولا؟ يخرب بيتك، رايح فين؟ هتفضحنا. استنى، رايح فين؟ رايح فين؟ بقول لك مسافر، مسافر، إيه مش فاهمة؟ مسافر. صح مسافر. صح مسافر بعيد. طياره طياره فوق. اه طياره طياره تحت. هزر هزر وغني بقى. ده عادل لسه مكلمني من 10 دقايق، قال لي اجري على البازار وروح شوف الايراد وشوف الشغل ماشي ازاي. يا شيخ انا سمعت كل الناس اللي واقفه حواليه، وهو عمال يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، يا رب وعدني يا رب زيك يا عادل. امين يا اختي امين. كدابه والله العظيم كدابه. ماشي يا سناء، عايزه تسرقيني؟ ايدك على اراضي النهارده. حاضر يا سناء اتفضلي. ده اراضي النهارده؟ ما لا. ولا لا؟ لا هو اراضي النهارده، بس هما بقى ناقصين 45 جنيه حساب الكوكتيل. كوكتيل ايه بقى؟ كوكتيل يا ستي، كان دولا شاربهم كده هم ب 45 جنيه كوكتيل، وما حاسبش عليهم من السنه اللي فاتت. كذاب والله العظيم كذاب. ماشي يا رمزي بتسرقني؟ ماشي يا رمزي. انا همشي دلوقتي وهاجي بكره عشان اخد الايراد واتابع الشغل زي ما عادل قال لي في التليفون. حاضر يا سناء، مع الف سلامه يا نقنق يا حبيبه قلبي. يا حبيبه قلبي. ايه 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 نقنق وحبيبه قلبي؟ هو انت هتستفرد بيا عشان انا وانت لوحدنا في البازار وعشان اخويا غايب فاكرني سهله ولا ايه؟ انا اسف انا اسف يا نقنق. بفتكر. انا اسف. بحسب. انا شربت ب 45 جنيه كوكتيل يا كذاب. طب ما انت كمان كذاب. انا كذاب؟ كذبت في ايه يا اخويا؟ ايوه قلت لها انا مكلمك من السعوديه بقالي 10 دقايق صح؟ يا غبي يا غبي افهم، انا اساسا كنت متهبب قاعد في المخزن هنا، اكلمها ازاي من السعوديه من 10 دقايق؟ بتضحك عليك يا هبل. صح يا دوله صح. بس صدق يا لا والله فكره، انا ممكن اكلمها فعلا واعمل نفس ان انا في السعوديه عشان اثبت الوضع برضه. 100 100 يا دول. بس انا عايزك بقى تعمل ايه الصوت، يعني كان ايه الحجاج مثلا حوالين الكعبه كلها. ما تقلقش يا دول، انا كنت بتفرج عليهم في كل الافلام يعني. عارف هتعمل ايه؟ عارف يا دول. ماشي ماشي. نحن غرابة عك عك جئنا البادي. بديتي يخرب بيتك، ايام الكفار يا هبل، ايام الكفار. مش طالب مش طالب. الافلام كده دول. بس يا سنجاب. لا يا دول لا 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 يا دول. يا سنجاب لا لا يا سنجاب لا يا دول. لا اطلع بره اطلع بره اطلع بره، سيبنا ريح شويه يا سنجاب. لا لا يلا بره بره. لا سنجاب لا. ماشي بقى. تعال يا اخوك تعال. ده جايب قرايبك هنا ولا ايه؟ قرايب ايه يا عم، ده خروف. ما انا عارف انه خروف، جايبه هنا تهبب بيه. يا دولا بقى كل سنه وانت طيب، العيد قرب يجي والناس كلها هتذبح في العيد يا دولا بقى. وانت شاري ده يعني من فلوسك عشان تضحي بيه؟ لا يا دولا شاري ايه يا دولا، انا معايا فلوس يا عم اشتري. يا عم ده المعلم تيتي هو اللي قال لي خلي الخروف ده وانا عندك في البازار. خد يا حبيبي، وبعدين بعد كده انا هبقى اديك الفروه بتاعته. معلم تيتي ولا انت بتستهبل يالا؟ جايبني خروف ان هو يقعد معايا في المخزن وبعدين مع البازار بتاعنا يعني، ولا البازار بتاعك ولا خد الخروف ده واطلع بره يالا.
دولا بقول لك شفت زعلتوا مني اهو، لو الخروف ده مشي انا همشي. يعني ما اقصدش ان هو يمشي يعني، بس يعني معقوله خروف هيبيت معايا هنا يعني رمزي ولا ايه يعني؟ ايوه دولا، هي بص مساله بقى دي، المساله دي مساله مبتدا. مبتدا صح، انا كده اللي رحت في خبر كان. ماشي ماشي يا رمزي. ها نمشي ولا نقعد ولا ايه؟ لا خليه اهو برضه ارحم منك، يقعد معايا هنا في المخزن احسن ما انت تيجي تقعد هنا في المخزن، بس اربطه له والنبي عشان ما يقعدش يتنطط في المخزن طول اليوم. يتنطط براحته. ها جايين لك اهو يا خوخ. ايه دول يالا اللي انت جايبهم دول تاني؟ دول خروف ومعزه، دول بتوع المعلم تمثال هيذبحهم. والمعلم تمثال بقى وعدك بايه بقى المره دي؟ هيديك قرونهم؟ لا يا دول انا القرون دي ما بتستهونيش يعني. اه طبعا انت عندك قرون جاهزه اهي. ها تحب امشي؟ تحب امشي؟ انا بقول يعني على اساس معقوله يبقى الخفه. نو ايوه بس نو كتير يعني نو. انت عارف اصلا نو يعني ايه؟ ايوه يعني اياك يالا رمزي اوعى. منك الله يا رمزي على جنينه الحيوانات اللي انت جايبها دي، ناقص ايه تاني؟ تعالى خش حبيبي. يا دولا لعلمك انا مش مستغرب ان انت داخل عليا بحمار بجد يعني، بس انا عايز اسالك سؤال واحد بس يا رمزي. امر يا دولا. اللي اداك الحمار عشان تشيله عندنا في المخزن وعدك بايه بعد ما يتبع؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الباب ليه بيخبط بالطريقه الفظيعه دي؟ اه يا ربي مش مقفول مش وقته ابدا يوم، قاعدين في روقانات ده منزل عادل سعيد؟ ايوه. خير في حضره الظابط؟ هو فين؟ في السعوديه بيحج عقبال املتك واملتي. بيحج ازاي؟ اذا كان ما عرفش يطلع من المطار. ازاي ما عرفش يطلع من المطار وهو مسافر بقاله 10 ايام؟ عادل اتنصب عليه. واحنا قبضنا على المعلم مسافر النصاب. وعموما عادل لازم يجي علشان يستلم الفلوس. حاضر يا حد الظابط، لما عادل يجي ان شاء الله هنبقى نبعتولك. طيب تبعتوه على طول. حاضر يلا بينا. مع السلامه. مع السلامه. يا رب. يعني عادل ما سافرش؟ هما راح فين؟ راح فين حبيبي ده؟ راح فين؟ ها رمزي حضرت الشنطه؟ اه يا دولا كل حاجه اللي انت طلبتها هنا اهون في الشنطه يا دولا. جدع يا جهزت الميكروباص؟ اه يا دولا جاهز. بالنسبة للإعلام عملت فيها إيه؟ جبت لك يا عم إعلام بيضة وحمراء علشان ما نزعلش حد مننا. ماشي أنا هتكل على الله دلوقتي أروح على البيت وبعدين أرجع. حاسبك يا رمزي. أصبر أصبر. ماشي يا دولا هوصلك يعني الميكروباص. بقول لك يا دولا إيه رأيك يعني بدل ما تركب الميكروباص ما تاخد الحمار أحسن تركبه؟ أخد الحمار يا حمار؟ الحمار ده يهبل لو أنا طالع حج بر يا غبي. سامع أنت الصوت ده؟ اه يا دولا ده صوت طياره. ايوه ما هي دي اللي انا جاي فيها. طب وانت وصلت ولا لسه يا دولا؟ بص ما تبوظليش الحجه. ماشي يا دولا ماشي. الف مبروك يا حاج. ياه بجد مش عارف اقول لكم ايه، مش عارف اقول لكم ايه. الحمد لله الحمد لله ان ربنا اخيرا كتبها لي الحمد لله. لا وانت ايه تستاهلها. يا سناء الوحيدة اللي تمنيت انها تكون موجودة معايا هناك كنت انت يا سناء. اشمعنى؟ ادعي بس يكون ربنا غفر لك. لا ان شاء الله يا ماما ان شاء الله، يعني بإذن الله يكون غفر لي ان شاء الله الحمد لله. بيبي يعني. بيبي عايزك تحكي لي عن المواقف كده الروحانية اللي هي السنسيتيف اللي هي اللي انت كنت مريت بيها هناك في الايه في اللحظات الحرجة اللي كنت فيها في الحج. اه ايه يا تعرف جسمي اشعر بمجرد ان انا افتكرت يعني لدرجه ان انا مش فاكر اي حاجه من اللي حصلت. اه وانا كومون تو دي سا شيري، ده كل الناس اللي بيروحوا في الحلة الروحانيات دي هي لا يمكن يعملوا اي نسيان. اهو نسيت بقى انا وخلاص يا حماتي، يعني هعمل ايه؟ اه خدي يا ياسمين، ياسمين خدي الهديه الجميله دي اللي جابها لي. ايه ده يا بابا دي طاقيه جده؟ لا يا حبيبتي دي مش عارف جبتها بقى وخلاص. خدي يا ماما. ايه ده؟ ايه ده؟ دي مية زمزم اللي انا قلت لك عليها؟ مش عارف. لا اكيد طبعا من الزمزم دي بتبقى بيضة، المية التانية دي مش عارف. خدي يا رانيا العباية اللي انا قلت لك اهي اجيبها لك اهي. لا 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 ايه ده يا عادي؟ عباية راس يا حبيبتي. ايه ده ايه ده؟ يا عينيا ايه اللي جاب الحاجات دي عندي في الشنطه؟ يا جماعه انا اكيد الشنطه بتاعتي اتلخبطت وانا في البازار. ايه؟ وانا في المطار اكيد اتلخبطت. يا عادل بطل لف ودوران واستعباط.
احسن منك وبيفهم اكتر منك وبيتنصب عليه عادي، ليه مكسوف تعترف؟ يبقى اكيد رمزي فتن عليا. البوليس مسك النصاب. البوليس هو اللي فتن عليا. ماشي يا بوليس ماشي. بصوا يا جماعه، البوليس هو مدام هو اللي قال يعني ممكن يكون لقى الفلوس مثلا مع النصاب. ايوه، وهو عايزك تروح عشان تستلمها. البوليس قال استلم الفلوس. ايوه. طب الحمد لله، هروح بقى للبوليس. عادل هتروح كده؟ لا، لازم افك الاحرام الاول وبعدين اروح للبوليس. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.